تمام. طيب دكتوري، إذا نجي من أين يبدأ الإصلاح وصول إلى حضارة؟ من أين نبدأ؟ ما هي الآليات؟ هو شوف احنا اذا في كتاب من الصحوه الى اليقظه اللي هو المحدث، وممكن اي شخص يعني يحصل عليه عندته ويبعث لي رساله ابعثها له. هناك احنا في مرحله انا اطلق عليها نهايات مرحله الصحوه. نهايات مرحله الصحوه اللي فيها حماس شديد جدا، لكن فيها قله وعي بمتطلبات العبور. يعني مثل شخص متحمس انه يروح محطه القطار، لكن واقف في عند الناصيه الغلط، ومش جايب معاه التذكره، ومر القطار، ما مستحيل انه يقف في القطار، القطار حيعدي منه. هو ما عنده الاستعدادات للحدود. ما الذي نحتاجه حتى ننتقل للمرحله الثانيه؟ اول قضيه رئيسيه معالجه الجهاز المعرفي الذي نستشيره، الجهاز المعرفي الذي نستشيره، الجهاز خاصه الجهاز البياني اللي موجود عندنا اللي نستشيره في كل الاشياء اللي موجوده، يحتاج الى معالجات جذريه. المساله الثانيه اللي نحتاجها انه نبني ثقافه تسمح بالتواصل بين مختلف مكونات المجتمع. احنا عندنا نبني جزر، والجزر هذه كل واحد يحاول يقصف الجزر الثانيه، يعتقد لو اغرق الجزر الثانيه سينجو، بينما المجتمعات الحية تحسن التجسير والاستفادة من كل الطاقات اللي موجودة. لو نظرت مثلا المجتمع الصهيوني اللي موجود في إسرائيل، ستجدون خليط من البشر اللي أنشأوا الدولة الصهيونية، كيف استطاعوا أن يتكلموا مع بعضهم البعض وفيهم كل ألوان الاختلاف والتنوع اللي موجود في الكرة الأرضية. إذا عملية النجاح في القضية الثانية، إنشاء أواني مستطرقة، مرحلة مهمة جدا، هي جالسة تتفتح الآن شيئا فشيئا. يعني المسألة الثالثة إيجاد ثقافة مكافئة للعصر. إحنا عملنا قطيعة مع العصر، يعني اليوم لو واحد تكلم عن الحرية أو عن العدالة أو عن التقدم التقني، سيتهم على طول أنه هو عنده تأثر بالغرب، وكان التأثر بأي أمة من الأمم هو يعني مثلبة، وعلى الإنسان أن يكون لا علاقة له بالكرة الأرضية ولا التقدم الإنساني اللي موجود في الكون كله. هذا الموضوع خطير جدا، محتاجين ثقافة مكافئة للعصر، استيعاب ما أنتجته الأمم، وإعادة تأهيل أنفسنا حتى نكون قادرين على أن نحن نناقش ما أنجزته البشرية. البشرية ما كانت تنتظرنا لما كنا نيام، هي قطعت أشواط ضخمة جدا في مسائل كثيرة جدا. محتاجين أول شيء أن نستوعب، نحسن التلمذ حتى نحسن الأستاذية. إذا ثلاث أشياء محتاجينها في هذا العصر الجديد: جهاز معرفي، ومحتاجين قنوات اتصال بيننا نتكلم مع بعض بحرية بدون خوف، ومحتاجين أن نحن نحدث الثقافة اللي عندنا بحيث نستوعب الحضارة الكونية ونستطيع أن نحن نتجاوزها. بدون هذه الثلاث شروط لن ننتقل إلى المرحلة الثانية، نسميها اليقظة. إذا جاءت فرصة ثانية وإحنا بنفس الأداء العقلي اللي موجود عندنا، ستضيع، وثالثة ورابعة. اما اذا جاءت الفرصه في مرحله احنا مستعدين فيها، بنكون في المكان الصح وبالاسلوب الصح وبالقدرات الصح، ونستطيع ان احنا ننتقل لمرحله جديده في حضاراتنا وفي تكويننا وفي مجتمعاتنا. بارك الله فيك دكتور على هذا التوضيح. ناخذ ايضا دكتور مثنى اذا موجود معنا، تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور جاسم سلطان المحترم، الأخوات والأخوة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك مقاييس للحضارة كما تفضلت بحديثك الكريم، وهناك مجتمعات اكتفت بنسبة عالية منها في قيام حضاراتها، لكن ابن خلدون عبر عن رأيه مسبقا بالمقاييس المادية فقط بقوله: كم عبدا استعبدوا ليقيم لهم هذا العمران. ونظرته أكيد من قاعدة إسلامية تعتني بالإنسان وعمل النافع للمجتمع ولنفسه. ولكن ألا ترى معي يا دكتور بأننا الآن أمة تحتفظ بحضارة في الإدراج، وضعنا عليها أقفالا من الصعب فتحها بدون وعي وتفاعل مع الحضارات الأخرى وإن كانت مادية؟ نحاول التمسك بالوعي والمثالية فقط، لكن من المؤكد بأنه لا توجد حضارة تقف على قدم واحدة وتستطيع الدخول في منافسة عادلة مع الحضارات الأخرى ومن منطلق خير الأمور الوسط. فللعناصر المادية والمثالية نسب متساوية من الأدوار في تطوير الحضارات، ومن الممكن أن تتناصف هذه المكونات لتطوير الحضارة. أشكرك دكتور على تناولك موضوع التوازن في المعايير، وآسف
على الإطالة حياك الرحمن دكتور جاسم، وأشكرك على هذه الإضاءة الساطعة على هذا الموضوع. شكرا للاستماع. شكرا دكتور. ما عندي شيء، خلاص يعني كلام جميل وموزون. نشكرك دكتور. شكرا لك. نشكرك دكتور يا سهلا. ناخذ مداخله اخرى، اعتقد راح تكون اخر مداخله. عبد الفتاح، استاذ عبد الفتاح.